السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يلبسه بعض الشباب من المغاطات والأربطة التي تجعل على اليد لأجل الزينة، هل لا فيها؟ ما يجوز هذا، ما يجوز للشباب والذكور أنهم يلبسون الأسورة للتشبه بالنساء، تشبه بالنساء والسلاسل والأشيري. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.